السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نستعمل الرسائل في برنامج سكراتش. خلينا نضيف كائن اخر وليكن مثلا هنختار الفوكس دوت، تمام بالشكل دوت. وهاجي هنا على القطة ديت وهقول له مثلا لما ادوس هنا مثلا سبيس عايز ان هو يبدأ يبعت رسائل، فهقول له مثلا انا عايز اعمل اهيت رسالة اهي، واقول له خلي دي نيو مسج واسميها مثلا اف او اوكي تمام. ده عند القط تمام. طيب الفوكس هنا هقول له لما تستلم رسالة عن ممكن نيو مسج او اف او هيبدأ بقى يعمل ايه؟ ممكن مثلا يعمل صوت معين تمام بلاي ساوند، وممكن اقول له مثلا اتحرك جو تو هيوديه لمكان معين، ممكن اقول له جلايد بحيث ان هو اشوف الحركة بتاعته هتحصل ازاي تمام. طيب لو جينا هنا هيقول لي اعمل سبيس، خلينا ندوس سبيس. اللي حصل ايه؟ ان هنا بدأ يعمل رسالة معينة، والرسالة دي راحت للفوكس، والفوكس بدأ ينفذ الأوامر المطلوبة منه كبلاي ساوند وجلايد. فأنت كده ربطت الكائنات ببعض، لما تحصل حاجة عند كائن فيهم يبدأ ينفذ الأمر ده عند كائن آخر. طبعا تقدر تختار من هنا بدل سبيس تختار أي أمر من الأوامر ديت، وليكن مثلا ممكن تقول له اكتب حرف الإيه مثلا. أول ما اكتب حرف الإيه يبدأ يبعت المسج والكائن يبدأ يتحرك ويعمل صوت.